هي فقرتنا الأخيرة لليوم. رح نتوقف فيها عند نغم الأغنية الوطنية يلي شكلت جزء هام من الوجدان والذاكرة، فاستطاعت أن تبث روح العزيمة وأن توثق لحظات الانتصار. ولنتحدث عن أهمية الأغنية الوطنية وكيف حاكت تشرين التحرير، معنا الفنان فراس الحاسود. يسعد صباحك، ويرافق بالعزف السيد سعيد العارف. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم وقلنا الشرف نكون معكم اليوم. أهلا وسهلا فيك، كل عام وانتم بخير. انتم بألف خير يا رب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن الأغنية واللحن والكلمة ودورها دائما في شحذ الهمم، مثل ما بنقول دورها في نقل الانتصارات، الفرح دائما. نعم، مع أنه البحث هذا يطول كتير، ولكن رح أعطي فكرة باختصار عن تاريخ الأغنية وتحديدا الوطنية. سوريا هي مهد الحضارات، والموسيقى أنشئت من هون، الفينيقيين والأراميين والآشوريين. مثل ما كان في مغنى للفرح والحزن، في مغنى للحروب بالتاريخ. في نوتات حقيقية، لأن صنعت الموسيقى بسوريا القديمة، صنعت حقيقة، وصارت حتى بفترات الحروب كان في أهازيج. استمرت الأهازيج، والأهزوجة هي أحد القوالب الغنائية الشرقية، استمرت عبر الزمن بشحذ الهمم مع الإيقاعات الصاخبة، حتى الإيقاعات الموسيقية مثل التابلة، هي الطبلة اللي لليوم نقول بدنا الطبلة، شايفي؟ كانوا يستخدموها لشحذ الهمم مع التاريخ، حتى بتاريخنا الحديث أو التاريخ العربي الجاهلي. كان الشعر في عزة، في كبرياء لشحذ الهمم، وكان في معه الأهزوجة. بالتاريخ الحديث قبل ظهور تحديدا الإذاعات، كان لليوم نحن من ردة شغلة قبل 26 التحرير، طيارة طارت بالليل، فيها العسكر، فيها الخيل، فيها إبراهيم هنانو راكب على ظهر حصانه، جيش فرنسا قدامه للتحرير والجلاء الفرنسي. واستمرت هاي الأهازيج بشحذ الهمم حتى بدأت الإذاعات وبدأت النهضة الحديثة. مثل ما في نهضة حديثة على كل شيء، في النهضة الحديثة على الموسيقى. ظهرت بالزمن الجميل بظهور الأصوات الرائعة، السيد الكبير وديع الصافي، الأصوات الوفية لسوريا مثل سمير يزبك كمان الله يرحمه، هي حقيقة أصوات خالدة، وست الكل فيروز. الله يديمها ويديم صحتها. فظهرت مع الأغاني الرومانسية بوجود الحروب الأغنية لشحذ النفوس، وكان فيها سر هي الأغاني. يعني اليوم خلينا نتذكر أنه شو هو السر اللي جعل هي الأغاني الوطنية تضل عالقة بأذهاننا وتضل تعطينا هي الروح والمعنوية. يعني مثلا سوريا يا حبيبتي من الأعمال يلي لهلأ إذا نحن بنسمعها الكل ما حدا بيعرف ليش بيبكوا العالم، بس أنه هن كتير بيكونوا حاسين بالفخر والسعادة. نعم، سوريا يا حبيبتي من الأغاني الخالدة. السر الموجود هو الكلمة الصادقة واللحن الجميل اللي بياخد النبض من الكلمة وبيتوج الصوت الجميل جدا من الأصوات اللي غنت للحرب وشحذ النفوس. ونحن منطقتنا لطول حروب، لطول حروب ساعدتنا كتير، حتى لما كنت أنا شاب لما أسمع شيء من اللي بدي أسمعكم إياه هلأ أكيدنا نسمع. كان كنت بالأيام العنفوان بأي لحظة خرج تقدم فدائي، خاصة بوقت الشباب تسمعي أغنية كانت تتأثر فيه كتير. أنا وفيني أسمعكم شيء بين الحاضر والماضي. بناخد يا أستاذ عجم السين، ولو سكتش بأغاني تشرين، من زمان أنا وصغيري كان في صبي يجي من الحراش العب أنا وياه، كان اسمه شادي. يا بلادي يا بلادي خدي شادي
بكروا ولادي بلادي يا بلادي خدي شادي، بكروا ولادي علمتو حماة الديار ومشيتو عدرب أجدادي. دادي دادي يا بلادي خدي شادي بكروا ولادي. يا ابني السما تضحك لك وتحميك وتضل درب العز تمشي غايا يا يا باي. ارضك سوريا نصرها تسميك وجوان حك عالريح عليها والغار كل مواسمه يهديك وفكارك نادي يا 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 الضوي يا 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 ولو عالشمس خلي حلمك يوديك وبراج فو براج تبنيها ويوم الرجوع يوم الرجوع بلادك تلاقيك. يا ويلي وعنك اخبار المجد تروي سلم هالصوت يسلم هالصوت. شكرا كثير لك اكيد للعزف يعني. ونحن عم نسمع مثل ما حكيت هو سكتش. نعم. جمعت فيه بين اغاني وطنيه. نعم. متعدده. تغنت بحرب تشرين. تغنت بحرب تشرين. عطت شحذ للهمم. للهمم اكيد. خلينا نحكي شوي عن خطك بهذا المجال. نعم. ايضا انت اتخذت من الاغنيه الوطنيه مسار لك بالغناء. نحكي شوي عن اعمالك بهذا المجال. يا سيدتي الكريمه، نحن قبل الحرب الكونية على سوريا كنا ملتهين بالغزل ومغنى الغزل، حتى إذا غنينا للوطن كنا نغني للغزل. عملت أعمال فنية غزلية وبستذكر شاعر ولو بموال صغير بدون غناء، الشاعر عدنان نمو عطاني كلام غزل للبلد. يعني كنا نغني غزل على العين يم الزلف وعيني يا مولية وبتبوس خد السما ببلاد سوريا وبتشوف فيها علم وبتعيش حرية وبتشوف ديب وغنم وارد على المية عن السلام والعيش الرغيدة اللي كانت موجودة. فجأة لقينا حالنا بالحرب ونحن كفنانين فرضت الحرب علينا، ما حسينا حالنا إلا بالأغنية الوطنية لشحذ الهمم. ظهر كتاب رائعين جدا، أنا لحنت وغنيت وكتبت كمان بعض الأعمال، انتشرت بشكل جيد جدا وكان لها دور فعال حتى بمناطقنا. يعني بمكان ما كنا متواجدين والحرب الكونية العامة على سوريا عطت مفعول كتير كبير. فيني سمعكم مثلا عمل للمهندسة غوث حنا كتبت عن سوريا بشكل عام وعن منطقتنا ومحردة، أنا ابن محردة بشكل خاص. خلوني سمعكم هالعمل الوطني من كلمات المهندسة غوث حنا ألحاني وغنائي أنا. تفضل. ناخذ حجاز الصول يا أستاذ سعيد. مثل هالصخرة الواقفة من سنين، مثلك شبابك صخر ما بيلين، من ربنا زادك كروم العنب والتين، من ربنا صمودك من موت عحدودك من ربنا
بعدك منموت على حدودك مهما الخطر يشتد على حدودك بيرتد والعاصي من زمان سيج خصورك وارد حلوي مع قلبي حب قوي بنت الرب حلوي مع قلبي حب قوي بنت الرب عصي عالغدار لو كان ابن الجار سوريا يا حلوي وبس الله مع أولادك يا محردي حلوي وبس الله مع أولادك بيتحملوا بلا يأس يا سوريا يا حلوي سوريا يا حلوي الله مع أولادك يا محردي يا حلوي الله مع أولادك بيتحملوا بلا يأس يا سوريا يا حلوي والقدر من زمان حملك أماني تكوني شعلة النور ورح تبقي منصاني انتي يا بنت العز عرشك ما رح يهتز مدام فيك رجال 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 عحدودك مزروعين مزروعين يعطيك العافية شكرا لكم. سوريا حلوة عن جد وما في أحلى من سوريا. سيد فراس اليوم الأغنية الوطنية مثل ما ذكرنا أنه في أغاني خالدة بذاكرتنا ما لهلأ يمكن ما عم نقدر نرجع نعمل مثل هاي الأغاني. في أغاني وطنية حلوة أكيد منحبها منسمعها بس ما عم تأثر هذا التأثير الخالد بقلوبنا. نعم. يعني شو ليش شو السبب؟ الحقيقة السبب يمكن صعب شو ناقصنا يمكن صعب علاجه. أول سبب هو انتشار وسائل التواصل الاجتماعي اللي خلت أي إنسان يعمل مطرب ويكتب ويورد للناس آلاف الأغاني الوطنية والغزلية المؤثرة ومن ناحية الغزلية الساقطة عم تنتشر بكل بيت بكل إيد شاب صبية لكل مكان عم تضيع الناس بهذا المكان. الحل الوحيد لترسخ الأغنية اختيار الكلمة اللحن واللحن والصوت الجميل اللي بيتوج الكلمة واللحن بيطلع عمل متكامل. ولكن إذا تواجدوا ثلاث عناصر بدون حضرتكم أنتوا الإعلام ما رح تبين بشكل كامل وعام إلى الجمهور لأنه كل حدا عنده صفحة وكل كذا. أما الإعلام بيتم الإعلام المرئي تحديداً بيتم الأكثر انتشار واشتراك من الناس بالفرجة على التلفزيون أو بالإذاعات وما شابه. الحل الوحيد الكلمة الجميلة وانتقاءها واللحن الجميل المناسب اللي مأخوذ من نبض الكلمة بيجي الصوت اللي بيتوجه وقتها صدقا بترسخ الكلمة واللحن أو الأغنية بشكل عام ترسخ بذاكرة كل إنسان بيسمعها إذا كانت عم تصيب الحس حس الإنسان جوا. نعم. يعني قبل ما نختم حديثنا معكم اليوم حابين نرجع نسمع من حضرتك أغنية أكيد نتغنى فيها بذكرى تشرين التحريرية بهذا اليوم العظيم. شو بتحب تسمعنا شيء لسوريا؟ الحقيقة بدي أسمعكم من أهم الأعمال كمان اللي عملتها أنا فيه هو عمل مشترك رح أسمعكم إياه هلأ منه كان عمل وطني ضد الغربة. في ناس كتير تغربت تركت البلد عم ناجيهم وهو حوار بين الأم والولد كلمات الأستاذ غزوان بطار كمان انتشر بشكل فظيع وأثر كتير بالناس. والأغنية البعد هالموال هي كلماتي وألحاني وغنائي أنا استشفيت أو اقتبست الكلمات من نشيدنا الخالد النشيد الوطني السوري اشرحت فيه للناس بأسلوب شعبي أعطيناها لحن شعبي وقوي
شو معنات نشيدنا الوطني وشو رموز رايتنا علمنا بعيون الخضر. فخلينا نبلش بالموال. يلا تفضل. والأغنية بعدها مباشرة ولو مقطع منها من شان ما طول عليكم. باخذ حجاز الري يا استاذ سعيد. حاجي بقى تقولي يا ابني تم شو ضل عنا هون تانب المامات من النيران قتلوا الهم ما عادنا اتحملوا صرنا على اللي صار نبكي دم وقلوبنا من الصار محتر برفاق العمر ركبوا يا امي اليم واخدوا شنات السفر والفرقان حاجي بقى تقولي يا ابني تم شو ضل عنا هون تاني رح اروح يا امي بخاطرك رح اروح عبلاد ما فيها حلاوة تروح رح اروح يا امي بخاطرك رح اروح عبلاد ما فيها حلاوة تروح وهوليك من مطرح انا ما بكون ببعت لك العنوان عورقان ولك حاجي بقى تقولي يا ابني تم شو ضل عنا هون تانب الله معك الله مجروح رح انطرك عالباب حتى تعود ويضل عندي امل بالملقى الله معك يا 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 ابني يا ولك لا لا يا لا ما تروح عمهلك يا ابو سلا يا ولو عمهلك يا عيناي خليك حدي أنا ولو حاجي جاف علي بإلا ولك حاضر يا أمي أنا حاضر يا أمي أنا يا ورح ضلك غير ماليك ولو كرمال حنيتك باقي أنا أقبالك وكرمال عين الوطن ولو كرمال عين سوريا كرمال عين الوطن يلي شغايا البالي باقي يا امي انا ورح عمرو بايدي هليت 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 هلا هليت 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 هلا هليت ويلي وهلت
رايتنا هلا هلت يا محل عيون الخضرة هلت رايتنا هلا هلت يا محل عيون الخضرة هاي بسن الله مرفوعة برجال وبسنود السمرة هلت 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 هلا هلت 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 هلا هلت أبيض يا محلم حياها من سواد العينك حلناها أبيض يا محلم حياها من سواد العينك حلناها من دم الشهداء رسمناها من دم الشهداء رسمناها ويا محلى يا محلى وليا محلى عيون الخضرة هليت 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 هلا هليت 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 الصوت. إن شاء الله بتتم رفوع رايتنا على الأراضي السورية كلها بإذن الله. شكرا كثير لكم ولوجودكم معنا لليوم، ونتمنى دائما الأغنية الوطنية تأخذ حقها وتحقق الشيء اللي المفروض أنه هي تحققه. شكرا كثير لكم. شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم إلنا، تحية مرة تاني ومرة الألف وكل المرات لشهدائنا وشهداء تشرين وشهداء الحرب على سوريا اللي ما منستاهل يكون علينا هيك، ما كنا إلا مليحين مع كل الناس. شكرا لكم مرة ثانية، بشكركم. أهلا وسهلا فيك، شكرا.